على فكرة انتو البنات شي غريب، يعني بتوقفي 6 ساعات قدام المراية وبتزبطي حالك لتطلعي حلوة، وإذا واحد بالشارع قال لك شو يا حلو بياخد على خاطرك تقولي له عيب الشوم عليك روح انضب. لحقته بدك تلطش، ما تكون واقف بنص الشارع عم تفقي بزر مع أصحابك، على القليل وقف لك على شي إشارة حمراء مع فراري ديكابوتاب ساعتها لطش قد ما بدك. بتعرف شو قد قصتكم البنات؟ لا ما بعرف. بدك تجنن مرة اضربها بالأوضة 6 ساعات بلا موبايل بتموتي. ايه بدك تجنن الرجال اضربه بالأوضة 6 ساعات وقعدوا بلا مرة. اصلا ورا كل رجال عظيم مرة. انت السيده ورا كل رجال طفران مرة. لانه الكريدت كارد بايد المراه بيجرح. يلي بيجرح اكثر اللي ما معه يمشي بس عامل نمر على مرته وهو بسين قدام صاحبته مياو. معليه كمان الرجال ما بيتعب وبيفلح وبيشتغل كل النهار ليوصل على البيت ويزبط وضعه، تقوم هي شو بتعمل مع اذا ما عبالها دغري بتقول له راسي عم بيجعني، بتقوم تسقط البيجام عليها وبتندفس بالتخت. واللي بيشرف على البيت وما عباله بيحط الاخبار وبيبلش ينعي انه الوضع كثير عاطل. إيه لا حياتي، وضع البلد فرجة قدام وضعك شيرين، لانه ما في شيء معقول يقوم لا فيك ولا بوضعك. اصلا بتعرفي شغله؟ في كلمه ولا ممكن تسمعها من المراه يلي هي بتقول لك انا غلطانه حياتي، انت دائما معك حق. لا فيها تقول امرار انا غلطانه حياتي تجوزتك. اصلا في كلمه مستحيل تسمعها من الرجال، انا هالشغله ما بفهم فيها حياتي، على طول فهمان بكل شيء. نحن بنفهم بكل شيء، معلش هيوف. بس في شغله ما عم بقدر افهمها. انه شو القصه، شو الفكره انه بس تعزم مرة على مطعم فجاه بتصير فيجيتيريان قال عرفت شو كلاس، وبتصير تستعمل الشوكه والسكينه وبتاكل شوي من بتاكل شوي من الصحن وبتبقى منقيه اغلى بلا تاكل شوي منه قال هي ما فيها تكفي لانه وهي شو اطيب اكله عندها بالبيت الكروش والكراعين ومفتت المقادي مطفيين بحامو. عم بقلبك شو مين مجوز انت؟ خلصت على اساس انتوا رجال بتبيضوا الوجه بالمطاعم. ليه؟ بتفوت على التواليت ما بتغسل ايدك الا اذا في حدا عم بيراقبك. والله لو ما هيك كارثه السلام من بعدها، ايه ما بسلم على حدا ظهر من التواليت الرجال. ليش انتوا معلش النسوان كل ما بدك تقومي على التواليت تنتعي معك 3 4 شو بتفوتوا بتعملوا بالتواليت؟ اسم الله عليك، ما انت على الوصله بيكون معك سياره تنكي حق فرنجين بتقول له للفاليه حط لي اياها على الباب. وبتفوت بتسلم على الويتريه وعلى عالم ما بتعرفهم بس لتبين انك بتعرف كل الناس. بس على فكره انتم شاطرين تطالبوا بالمساواه بكل شيء الا بالفاتوره. تعملوا حالكم ما معكم خبر. بعدين على سيره الفاتوره، اقل شيء تدفعوا الفاتوره بعد ناقص مره تدفعوا الرجال قاعد. بعدين حبيبي اللي بده الداح ايه ما بده يقول اح. هو بيني وبينك اللي بده الدح اكيد ما بده يقول اح. كيف اذا كان الدح انت هيوفا؟ ايه هيدا حكي، تفضل بوس الواوا.